التعالي، فعشان كده ربنا بيديله. واخد بالك؟ انما اللي ابو الدهب بيتكلم عليه ربنا يكرمه ويجيب لنا بطوله امم افريقيا يعني. ان شاء الله نتمنى. وبعدين هو هيجيبها لك لوحده. انت منفسر عليه ليه كده؟ لا بكرهه. لا 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 هو هيجيب لك البطوله لوحده. اشمعنى بنتكلم على عبد الله؟ يا خد عبد الله لعيبه يا كابتن. ما هو ده اللي هو لعيبه. ده راجل، ده راجل بيطلع على كابتن الكود لما يبقى كويس، لما يبقى كويس. انا ده بيطلع كابتن ابو الدهب. استنى بس يا سمره، ده بيطلع ياخد جايزه احسن لاعب في برضه. انا مش معترض على قيمه احسن هداف في الدوري الانجليزي. محدش يطلعنا ابو لهب. احسن لاعب انت ابو لهب على قيمه محمد صلاح. انت ابو لهب. انا لا 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 انت منفسن على محمد صلاح. انا بقول والله انت لابس لون محمد صلاح. انا مش ده ما ينفعش يا عم. احنا لازم نحافظ على واحد زي محمد صلاح. مفيش كلام النبي في وطنه. نديله دوافع ونديله كلام كويس. ما ينفعش. اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه بقى يعني بصراحه، بصراحه يعني ده ده انت كده ده كمونه بدا يلاوي. لا بس يعني كلام غريب يا ابو الدهب. احنا ما صدقنا محمد صلاح ان واحد يطلع من الأمم ويروح دوري انجليزي اقوى دوري في العالم، والراجل يطلع هداف البطوله. عندك مرموش لعيب صغير وسن صغير يا جدع. ده مرموش مش مرموش يا جدع. اسكت ساكت. ده لعيب عشان محدش هيطلع يطلع يرد يقول لك مرموش ومش يا جدع. ما العينه بينا يابا، العينه بينا. ده صلاح لما كان ايام ابو تريكه في مع برادلي كان هو اللي شايل لك منتخب، بس وكان لسه صغير في السن، عنده 20 سنه. كان هداف الدوري وهداف البطوله وهداف التصفيات وهداف وهداف. مرموش ده بيلعب يا ابن النفس. ده لاعب خماسي. ممكن اديك دقيقتين وجهه نظر يا اسلام.